ألو، الصوت صار مسموع يا شباب الموجودين. هلو هلو، هل يسمعني أحد؟ دكتور، الصوت واضح. صوتك واضح. يا خولة، تعيدي بالمادة يا خولة ولا مسجلي تجديد؟ أنا سجل تجديد. ديري بالك، المادة يعني من تجاربي مع الطلاب ما بيهتموش فيها، وبالتالي قسم كثير منهم برسب. بدك تديري بالك بالمادة، بدها متابعة أول بأول. تمام، إن شاء الله. اللي بتابع المحاضرات أول بأول، محاضرات متوفرة على الإنترنت وإني بعملها أونلاين، وبحل أسئلة الكتاب والأمثلة تبعته، أموره بتكون ماشية زين إن شاء الله. لكن المشكلة إنه كثير من الطلاب لا بيحضروا أونلاين ولا بيحضروا أوفلاين، ولا بيقرأوا السلايدات ولا بيقرأوا الكتاب، وبعدها في الأخير بده ينجح. ما صعب هيك، صعب. على كل، إحنا في مساق الديجيتال لوجيك، ومساق مهم لكل التخصصات الكهربائية عشان يعرف الطالب ما هي الأنظمة الرقمية والبنية الأساسية إلها، اللي هم الإلمنتس أو العناصر الأساسية لأي نظام رقمي. نتعرف عليها إن شاء الله في هذا الكورس. بداية راح نتكلم عن ما هو يعني الديجيتال سيستم، ما المقصود بالديجيتال سيستم، ثم راح ندخل في نظام الباينري نمبر سيستم، وهاي الهايلايتس الموجودة أمامكم بتبين المواضيع اللي راح نحكيها في هذا الشابتر. سلايدات موجودة على موقع الإي ليرنينج، وهي سلايدات يعني من الإنترنت، أنا جبتهم لأحد الأساتذة، فيهم بعض الأخطاء صلحت بعضهم، وبعضهم إن شاء الله راح أبين لكم الأخطاء فيهم أثناء المحاضرات. فاللي بنتبه للمحاضرة وبيحضرها بيعرف يعني إنه السلايد هذا فيه خطأ أو ما فيهوش خطأ. الكتاب برضو أنا موفر لكم نسخة عنه، فأرجو أنكم تدرسوا من الكتاب. الكتاب هو الأصل في الدراسة. المادة مثل ما بتعرفوا تعطى إلكترونيا سبت اثنين أربعة، عادة حسب النظام السابق كانت محاضرتين أونلاين ومحاضرة أوفلاين، بأخذها الطالب يعني لوحده بحضرها على راحته. لكن أنا يعني اللي شايفه أنه الطلاب تهتمش كثير، ف راح أصير برضو أعطي محاضرة يوم السبت، وراح أخذ حضور وغياب، وبناء على الحضور والغياب إما الطالب بيدخل في الكير تبع الزيادات اللي بنعمله في نهاية السنة أو بدخلش. أنا كل نهاية فصل عادة بعمل كير وبزيد العلامات، لكن الطلاب عدا إهمالهم يعني وعدم حضورهم بالمحاضرات بده يضطرنا نعمل شغلات بالمقابل. فراح اخذ حضور وغياب انا في كل حصه، راح اسجله بشكل الكتروني، والطالب اللي بيتجاوز الغيابات اللي هن 15% راح احرمه من الكيرف. من الماده ما راح احرمه، لكن راح احرمه من اي زيادات بعطيها للطلاب. واضح؟ هلو هلو، واضح دكتور، واضح دكتور، واضح. طبعا الامتحانات عندكم مثل ما بتعرفوه، بس نحط القلم، عندكم راح يكون في ميد تيرم، وهذا وزنه 25 علامة، فاينل ووزنه أيضا 50 علامة، وفي عندنا كويزات راح نعطيهم 25 علامة. لا، الكويزات الفصل الماضي أنا أعطيت 10 أو أعطيت 12 يمكن، لكن المرة هاي راح أخففهم مع زيادة الوقت والأسئلة في كل كويز، يعني every two weeks بدل كل أسبوع، every two weeks كل أسبوعين.
راح يكون في كويز من 5 علامات. وراح يكون مدته في الغالب 15 دقيقة وعلى الأقل مسألتين. 2 problems. الله أكبر الله أكبر. لأن اللي شفته يعني طلاب كثير ما بيهتموش بالكويزات، فبدي أزيد الوزن عليهم وأقللهم بحيث يعني نزيد فرصة الحضور على الكويزات. فكل أسبوعين راح يكون في كويز إن شاء الله الكريم مدته 15 دقيقة، وعلى الأغلب راح يكون في مسألتين وعليهم 5 علامات. واضح يا شباب؟ ألو. واضح دكتور واضح. طيب الآن نبدأ في محاضرتنا، ونتكلم في الأول إشي عن ما المقصود بالأنظمة الرقمية Digital Systems. خلينا نشوف. نحن طبعا في عصر الرقمي من فترة، مش يعني من فترة قصيرة، يعني احنا دخلنا في العصر الرقمي بشكل كويس من التسعينات مع دخول الانترنت ومع انتشار الكمبيوتر وانتشار المايكرو بروسيسور. المعالجات تقريبا دخلت في كل الأجهزة الكهربائية تقريبا، يعني لا يخلو جهاز موجود في البيت من معالج، والمعالج عبارة عن نظام رقمي، المايكروويف، الثلاجة، الغسالة، طبعا التلفزيون والرسيفر والخلوي اللي بيدك، كل هذا عبارة عن أجهزة تحتوي على أنظمة رقمية. طبعا أشهر نظام رقمي هو الكمبيوترات. كمبيوترات منهم الجنرال بيربوس مثل اللابتوب اللي بنشتغل عليه، ومنهم بكون يعني مور سبيسيفيك ل يعني شغلة محددة، مثلا بتلاقي كمبيوتر خاص في تحكم مثلا في المصنع، مثلا مصنع بلاستيك مثلا بتحكم في العمليات. فمنهم ما بيكون يعني، أو مثلا في سيارة في الكمبيوتر تبع السيارة بتلاقي له يعني برنامج خاص فيه خلاص فقط محدد عشان يعرف قديش الهواء، نسبة الهواء، نسبة البنزين ويحددها والآخرية. ففي عندي جنرال بيربس وفي عندي يعني سبيسيفيك بيربس. الأنظمة الرقمية، أي الأنظمة، أي جهاز يحتوي على جزء من الكنترول تبعه عادة بيكون نظام رقمي، فيعتبر نظام رقمي. الكاميرا، التليفون إلى آخره، كل هذه تسمى أنظمة رقمية. الآن علشان نقدر نتعامل مع الداتا أو البيانات بشكل رقمي، لابد من تحويل البيانات بالأصل إلى الشكل الرقمي. البيانات في معظمها أنالوج. ما المقصود بذلك؟ هذا بيعرف شو يعني أنالوج؟ ألو. لو أخذنا على سبيل المثال إشارة صوتية، واحد بيتكلم، الآن الكلام اللي بيطلع من الشخص عبارة عن تضاغطات في الهواء، وهذه التضاغطات تتغير مع كل لحظة من الزمن. فلو حاولنا نرسم، طبعا عادة بحط ميكروفون والميكروفون بحول هذه إلى إشارة عادة كهربائية، فالتضاغطات تتحول إلى إشارة كهربائية. هاي الإشارة الكهربائية نجد أنه في كل نقطة من الزمن، لو كان هذا طبعا الدايمشن تاي تي، وهذا ممكن يكون مثلا فولت، بنلاحظ أنه في قيمة في كل لحظة من الزمن. فالإشارات اللي بتكون like this بنسموها analog signal. analog signal يعني continuous، يعني بتلاقي في كل نقطة من الزمن في عندي قيمة. طبعا هنا الدايمنشن از تايم فيرسس مثلا فولتج او فيرسس كرنت، لكن مش دائما هيك، ما هو دائما الاشارات يعني الدايمنشن تبعها مع الزمن، ومش دائما بتكون وان دايمنشن. This is called
one dimensional signal. This is called one dimensional signal. إنه فيش عندي غير الزمن يعني ك بتتغير فيه. فهذا الدايمنشن الزمن هو اللي بتتغير فيه الإشارة عشان هيك بسميها one dimensional signal. الآن الإشارة الأنالوج الموجودة في الحياة العملية معظم الإشارات كما قلنا هي عبارة عن إشارة أنالوج، إشارة بنلاقيها بتتغير مع الزمن وإلها قيم عند كل نقطة. أحيانا بنسميها continuous time signals، continuous time signal يعني إلها في كل نقطة من الزمن في كل لحظة من الزمن إلها قيمة. كما قلنا ممكن يكون هذا فولت، ممكن يكون تيار، ممكن يكون بريشر، ممكن يكون تمبريتشر، يعني الاكسس اللي تبع السيجنال بحدد طبيعة الإشارة، هل هي إشارة ضغط ولا إشارة حرارة ولا إشارة كهربائية. معظم الأحيان بكون في عندي ما يسمى سنسرز، وهي مثلا سنسر الحرارة مثلا فور تمبريتشر بقيس درجة الحرارة، وعادة السنسور بتلاقي معاه إلكتريك سيركت بتحول الإشارة هذه إلى إشارة كهربائية. إذن في معظم الأحيان الإشارات الموجودة في الحياة العملية بنحولها إلى إشارة كهربائية عن طريق حساسات مجسات مع دوائر إلكترونية مرتبطة فيها، بتحول الإشارة كانت ضغط كانت حرارة كانت whatever pressure speed يعني تبع صوت كله بتحول في النهاية إلى إشارة كهربائية، وهذه الإشارة الكهربائية نقوم بعمل ما يسمى quantization لها، عملية تحويلها إلى شكل رقمي. كيف تتم هذه العملية؟ في الواقع تتم العملية كالآتي: الإشارة يؤخذ منها عينات بلحظات منتظمة من الزمن، مثلا تنقول كل واحد ملي ثانية بنأخذ عينة بنقيس العينة هاي وبنشوف قديش ارتفاع الإشارة. فالزمن ما بين كل عينة وعينة هذا بنسميه احنا السامبلينج بيريود، السامبلينج بيريود. واحد على السامبلينج بيريود بيعطيني الفريكوانسي تبعت السامبلينج اللي هي عدد المرات اللي بناخذ فيها سامبلز بالثانية. فمثلا لو كانت السامبلينج بيريود هذه سميها دلتا تي، كانت مثلا واحد بالألف من الثانية، فالحالة هاي في الثانية الواحدة in one second كم من سامبل بيكون في عندي في ثانية واحدة؟ هلو هلو وين الطلاب؟ هلو ألف ألف دكتور ألف دكتور ألف ألف سامبل. إذن خلال one second بيكون في عندي ألف سامبل، هذا بنسميه إحنا السامبلينج فريكوانسي يعني عدد المرات اللي بأخذ فيها سامبلز بالثانية، سامبلينج فريكوانسي اف اس. مثلا هنا بنقول عندي 1000 سامبل بير سكند، 1000 عينه في الثانيه. طيب هذا بنسميه عاده برضه سامبلينج ريت، سامبلينج ريت. الان ما الذي يحكم كم سامبل لازم اخذ في الاشاره؟ في الواقع هذه لها معطيات بتدرسوها ان شاء الله في مساق اسمه سيجنالز اند سيستمز. هل اخذتم هذا المساق؟ مساق الاشارات؟ اخذته الو ها اخذته دكتور اخذتوه؟ في بعضنا دكتور لا دكتور بعضكم اخذوا بعضكم ما لم ياخذوا. في لما بتاخذوا مساق الاشارات نظم الاشارات بتعرفوا شغلة السامبلينج ريت وكيف نحدد مقدار السامبلينج ريت. لا بس باختصار، كلما زاد عدد السامبلز بالثانية كلما كانت الإشارة المسترجعة ليتر أحسن، يعني بكون مطابق أقرب إلى الواقع. ليش؟ لأنه هاي السامبلز
في النهاية راح نوصل بناتهم إحنا، فكلما كانوا قراب على بعض كلما كانت الإشارة المسترجعة أفضل. اللي بيحدد السامبلينج ريت هو سرعة الإشارة نفسها، هي قديش فيها هارمونيكس. حسب نظريات اللي راح تاخذوها إن شاء الله، إنه أي إشارة، أي إشارة ممكن نعتبرها عبارة عن مجموعة من الإشارات الجيبية، مثلاً إشارة جيبية أولى، إشارة جيبية ثانية، إشارة جيبية ثالثة، وكل إشارة في إلها أمبليتيود، في إلها فريكوانسي، فريكوانسي اللي هو واحد على البيريود، وفي إلها فيس، قديش مثلاً إمتى بلشت بالنسبة للتايم، هل بلشت من الزيرو ولا بلشت زايحة شوية. فهذولا بنسميهم إحنا هارمونيكس، كل واحدة من هذولا بنسميها هارمونيك. الآن أي إشارة يمكن أن نعتبرها مجموعة من الهارمونيكس، يمكن تحليلها إلى مجموعة من الإشارات الجيبية، sum of sinusoids. هذه الإشارات الجيبية لها ترددات مختلفة. الآن الذي يحدد شو السامبلينج ريت اللي لازم اجي هنا واحطه، وفي الواقع اعلى تردد موجود في الاشاره. فلو فرضنا انه في عند الاشاره هذه فيها ثلاث اشارات، واحد مثلا 100 هرتز، واحد 1000 هرتز، وواحد مثلا 2500 هرتز، اللي بيحدد السامبلينج ريت على الاقل السامبلينج ريت اف اس لازم تكون اكبر من توايس من F maximum. في مثال اللي هنا أعلى تردد عندي 2500، معناها ال FS لازم تكون أكبر من 5000 sample per second. هذا على الأقل، هذا على الأقل، هذا المينيمم، هذا المينيمم sampling rate. إذا المينيمم sampling rate بيعتمد على أعلى هارمونيك موجودة بالإشارة. الآن لو سألتكم عن الإشارة الصوتية مثلا، حدا بيعرف أعلى تردد موجود بالإشارة الصوتية؟ 8000 كيلو هيرت. في الواقع أعلى تردد في الإشارة الصوتية ممكن تسمعه وإذا أخذت كل الأصوات كموسيقى وكأصوات عصافير وكأصوات الحيتان والآخري المسموعة، أنا بتكلم عن الأصوات المسموعة للأذن البشرية. بالنسبة للأذن البشرية ممكن تسمع لغاية 20 كيلو هيرت، ممكن تسمع لغاية 20 كيلو هيرتز. الإناث مثلاً ترددات أصواتهم أعلى من الذكور، مثلاً بجوز الذكور ترددات أصواتهم مثلاً بين 0 و7 مثلاً كيلو هيرتز مثلاً. الإناث مثلاً بجوز تلاقيهم بين مثلاً 100 مثلاً و12 كيلو هيرتز مثلاً، بتلاقي صوت البنات أحد. الآن المغنيين اللي بغنيين أوبرا والآخر بتلاقي في عندهم ترددات أعلى من الناس العاديين. الآن اللي قال 3 كيلو هيرتز في الواقع هي 4 كيلو هيرتز المستخدمة في الأنظمة التليفونية. لو أجينا على الإشارة الصوتية وحللناها فعلا راح نلاقي ترددات مختلفة، لكن راح نلاقي إنه مثلا في عندي ترددات مختلفة، لكن بعد 4 كيلو هيرتز بصير الإشارات اللي موجودة بالصوت ضعيفة جداً، الأمبليتيود تبعها صغير كثير. تأثيرها على الإشارة الكلية لما تجمعها تأثيرها its effect is small. لو حذفتهم من الإشارة يعني لغاية 4 كيلو هيرتز، الإشارات الموجودة في الصوت بتعطيك المعنى بشكل كويس، يعني تستطيع أن تفهم الكلام. لذلك في الأنظمة التلفونية سابقا كانوا يعتمدوا 4 كيلو هيرز كحد أقصى للإشارة الصوتية التي يرسلوها على الشانل، على الإشارة على خط التلفون، لأنه بقول لك بعد 4 كيلو هيرز الإشارات الهارمونيكس الموجودة في الإشارة بتكون صغيرة وتأثيرها يعني ضعيف، ولو شلناها ما بأثرش كثير على الكواليتي تبعت الصوت وعلى فهمنا إله. لذلك كانت
الشانلز مثلا بتلاقي انه خط التليفون مثلا سلك ما بين مدينة ومدينة، تبعث عليه عدة مكالمات صوتية بنفس الوقت عن طريق انه كل اشارة صوتية بين 0 و4 كيلو هيرتز بيعملوا لهم شيفتنج بحيث انه يتوزعوا على مثلا باند ويدث معين، راح تاخذوا هذا الحكي كله في الاشارات والنظم. فكل إشارة بيكون لها حوالي 4 كيلو هيرتز باندويث، هذا بسميه احنا باندويث. فبحطوا أكثر من إشارة على السلك بس بحملوهن على بسموهم كاريرز، كل واحد بتحمل على كارير مختلف في تردده بحيث أنه نقدر نفصلهم عن بعضهم بالفلاتر عند الاستقبال، وكل مستقبل بيأخذ الإشارة الصوتية الخاصة فيه. على كل هذه المواضيع إن شاء الله بتمر عليكم في مساقات أخرى مثل مساق السيجنالز and systems. فالفكرة الآن إنه الإشارات الموجودة معانا بدها عملية سامبلينج. فلو أخذنا الصوت مثلا، صوتي هسه اللي طالع مثلا، علشان هذا الصوت يصلكم وهو بيصلكم حاليا يتم له عملية سامبلينج، أخذ عينات منه، نأخذ منه عينات على الأغلب بتردد يمكن 16 كيلو هيرتز عاتاً. يعني اللي احنا قلنا اذا كان 4 كيلو هيرتز، اذا كان 4 كيلو هيرتز باخذ توايس ذات، توايس بكون 4، فالمينيمم بده يكون 8 كيلو هيرتز. لكن بتلاقي مثلا بياخذوا على 16 او على 32 او على اكثر شويه، لانه كل ما زاد الترددات كل ما كان سن لجوده الاشاره. هذه الإشارات لما بنعملها سامبلينج، كل سامبل إلها ارتفاع. هذا الارتفاع يتم عملية كوانتايزيشن له، يعني احنا بنشوف قديش الارتفاع من هون لهون، بنحاول نحوله إلى رقم. لنفرض انه هاي الإشارة بتروح ما بين ناقص 5 فولت وزائد 5 فولت، فالرينج هنا 10 فولت. فممكن يجي يقول لك اوكي بدنا نقسم هذا الى الرينج هذا بين ال 5 فولت ناقص 5 فولت وزائد 5 فولت، بدنا نقسمه مثلا الى 128 جزء، 128 سام ليفل، ونعطي الأول واحد قيمة صفر ونعطي آخر واحد قيمة 128. فالناقص 5 فولت بصير قيمتها كرقم صفر، والزائد 5 فولت بصير قيمتها 100 وفي الواقع 27، لأنه 128 ليفل تبدأ من الصفر، فآخر ليفل راح يكون 127 أو آخر قيمة 127. إذن السامبلز هذه سوف تتحول إلى أرقام، احنا حاليا نكتبها بارقام كعشريه من 0 الى 127، لكن احنا اخترنا 128 لان 128 من مضاعفات 2، في الواقع 2 قوه 7 بيساوي 128. فكل سامبل راح تاخذ رقم في الباينري، هذا في الباينري راح يكون عباره عن 0000000 من 7 خانات، وهذا راح يكون 1111111. راح نيجي للنظام الثنائي إن شاء الله وتفهموه بشكل كويس. هذا اللي يكافئ زائد 127، وهذا اللي يكافئ مثلا ناقص 5 فولت أو الصفر. هذا راح يكون للخمس يمثل 5 فولت، وهذا راح يمثل مثلا الناقص 5 فولت. إذن السامبلز هذه للإشارة توضع في ذاكرة الكمبيوتر كأرقام. والله الأولى لما حولناها إلى رقم كانت تكافئ مثلاً رقم 12، اللي بعديها كانت تكافئ رقم 16، وهلم جر. واحدة منهم راح تكون مثلاً صفر، واحدة من اللي هي راح تكون، واحدة منهم راح تكون 127، هاي راح تكون مثلاً للناقص 5 فولت، وهاي راح تكون للزائد 5 فولت. إذن عندما تحول الإشارة، أي إشارة تحول إلى أرقام في الكمبيوتر صار اسمها ديجيتال سيجنال، وصار ديجيتال سيستم يقدر يتعامل معها. الديجيتال سيستم لابد
إن تكون البيانات على شكل رقمي حتى يقدر يتعامل معاه بالعمليات الحسابية، جمع وطرح وضرب وإلى آخره. واضح يا شباب شو يعني ديجيتال سيجنال وكيف نحصل عليها؟ ها؟ إذن في الحياة العملية معظم الإشارات ليست رقمية. في الحياة العملية معظم الإشارات عبارة عن physical quantities analog، يا بتكون حرارة، يا بتكون ضغط، يا بتكون pressure. فهذه الإشارات عادة رطوبة مثلا تحول إلى إشارات رقمية بما يسمى عملية الديجيتايزيشن. في عندي ديفايس اسمها analog to digital converter، analog to digital converter، تأخذ الإشارة analog بتحولها إلى digital. خلال العملية بتعمل لها sampling، أحد يعني العمليات الأساسية عملية إنه أخذ العينات ثم عملية quantization. إذا الانالوج تو ديجيتال بتتضمن عملية sampling كخطوة، وبعدين عملية quantization تحويل السامبلز إلى أرقام quantization. والكوانتايزيشن السامبلينج فيه نسبة خطأ لأنه على الأغلب فيه هارمونيكس راح نلغيها، مش راح نقدر نحطها في الإشارة لأنه السامبلينج ريت بده يكون توايس ذا ماكسيمم، نفترض الماكسيمم حد معين وبعد هيك أي هارمونيكس زيادة بنلغيها. ففي عندي مشكلة بسبب السامبلينج، يعني الإشارة ما بتكونش 100%. في عندي مشكلة أيضا بسبب الكوانتايزيشن، أنا في الكوانتايزيشن عندي ليفلز، بين كل ليفل وليفل بتكون في مسافة، فالإشارة لما بتيجي بين المسافتين هون ستقرب إما للي تحت أو للي فوق. يعني أنا في عندي 2 ليفلز وعندي الإشارة أجت بيناتهم، أنا مريضة كثير، هذه الإشارة ستقرب إلى أحد الليفلز، إما الليفل التحتاني أو الليفل الفوقاني. لذلك في عندي إشي اسمه يا شباب اللي فاتح ميكروفون ويسكره أضرب منك دكتوري حقك علي. إشي اسمه quantization error. quantization error اللي هو السامبل لما بتيجي بين two levels وبدنا نقربها إلى أحد two levels. quantization error هو نصف المسافة بين every two levels. فعملية تحويل الإشارة من analog إلى digital فيها مشاكل، وهاي المشاكل بنخففها عن طريق زيادة السامبلينج ريت وعن طريق زيادة عدد الليفلز تبعت الكوانتايزيشن. فكلما زدنا الكوانتايزيشن ليفلز كلما كان الكوانتايزيشن ايرور اقل، وكلما زدنا السامبلينج ريت كلما كانت المشاكل السامبلينج برضو اقل. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. كم طالب عندي بيحضروا حاليا؟ والله ما أنا عارف كم طالب حاليا عندي حاضر. طيب أوكي، إذن هذا اللي حكينا عنه. الإشارة بتكون على شكل أنالوج، بنأخذ منها عينات نسميها سامبلز، ومقدار عدد السامبلز بالثاني هذا يسمى سامبلينج ريت. الآن الانفورميشن تتحدد بالنظام عادة الديجيتال سيستم أو الديجيتال سيجنالز، بنمثلها بأنظمة رقمية ثنائية. فالنظام الثنائي يحتوي على خانات تأخذ فقط إما واحد وإما صفر، لذلك نحن بحاجة إلى خانات كثيرة علشان نقدر نمثل مثلا من صفر إلى 127، من 0 إلى 127 في عندي أنا 128 احتمال، فهذولا بدهم 7 digits، 7 bits، 0000000 هذا يمثل الصفر مثلا، و 1111111 يمثل 127، فعندي هذولا 128 level. رح نيجي إن شاء الله للنظام الثنائي بعد شوي. كم الساعة صارت معاكم؟ كم الساعة يا شباب؟ دكتور 4:30. طيب. أيوة. طيب خلينا نشوف
النظام الثنائي. طيب قبل ما نشوف النظام الثنائي خلينا نحكي عن النظام العشري. يلا حدي كلير ايش هون كلير. طيب في النظام العشري احنا كبشر لابد انه يعني استخدمنا النظام العشري ربما لانه بقى العد على اصابعنا واصابع الايدين 10، لذلك اخترنا خانات من 0 ولغاية 9. بالمناسبة الصفر يعني من مساهمات العرب، الصفر أدخله العرب وعمل ثورة يعني ساعدت كثير في تسهيل العمليات الحسابية وفي تسهيل استخدام الأرقام. الشكل اللي إحنا شايفينه هذا هذا بيسموه الأرابيك نمبرز. أرابيك نمبرز، لذلك إذا كنت في بدك تعمل سيتينجز في الوورد مايكروسوفت وورد وبدك الأرقام تطلع بالشكل هذا بدك تختار إنه الأرقام هتكون على شكل أرابيك. إذا بدك إياه بالشكل اللي تعلمته بالمدرسة هذا بسموه هندي، فبتختار الهندي إذا بدك الشكل الأرقام بالشكل هيك. أما هذا الشكل هو الأرقام العربية ومتعارف عليه as Arabic numbers أو Arabic digits. طبعا يقال انه طريقه اختراع هذه الارقام كانت كالاتي، هي الزوايا الحاده اول ما بلشوا اللي اخترعها من العالم العربي عمل لايك ذس عدد الزوايا الحاده اوكي مثلا ناسي والله كيف يمكن 4، المهم هي على الزوايا ثم تحورت إلى الشكل اللي بنعرفه إحنا هذا، أوكي؟ فهذا يعني بس نبذة تاريخية عن الأرقام العربية. الآن إحنا بنعرف إنه أي رقم أو أي عدد عربي أو أي عدد رقمي مثلاً 7 2 5 لما بنلفظه بنقول هذا 725 هيك بنلفظه. فالقنات هذولا الديجس صار لهم أوزان، هذه وزنها 1 بنسميها خانة الأحاد، وهذه وزنها 10 بنسميها خانة العشرات، وهذه وزنها 100 بنسميها خانة المئات and so on. هذه في الواقع وزنها 10 قوة 0، هذه 10 قوة 1، هذه 10 قوة 2. إذن لما بكون في عندي رقم إذا في عندي فاصلة وفي عندي هون 3 6 هذا بنقول وزنه 10 اللي هو 10 قوة ناقص 1، وهذا وزنه 1% اللي هي عبارة عن 10 قوة ناقص 2 and so on. إذا لاحظوا إنه أي رقم تقدر تقول عبارة عن الخانات مرفوعة أو مضروبة في البيس أو الرادكس، هذا بنسميه إحنا الرادكس أو البيس تبع الرقم، مرفوع على أس بيعتمد على موقع الخانة، فهاي أس 2 + 10 أس 1 + 5 + 10 أس 0 + 3 + 10 أس ناقص 1 + 6 + 10 أس ناقص 2. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. إذن هذا اللي حكيناه قبل شوية، في عندي البيس نرفعه لأس، طبعا هنا الأول 1 بعد الفاصل العشرية بيكون أس 0 أس 1 أس 2 and so on، بعد 2 أس ناقص 1 أس ناقص 2. وهذا الشيء ممكن نطبقه على أي نظام رقمي، فممكن أنا أستخدم أي نظام رقمي. هنا مثلا نظام الثماني بنسميه الأوكتال نمبر سيستم، الأوكتال نظام الثماني فيه 8 خانات، لاحظ دائما أعلى خانة أقل بواحد من البيس، البيس عندي 8 هون فبتكون أعلى خانة 7. في النظام العشري البيس كانت 10 فكانت أعلى خانة 9،
فدائما أعلى خانة في النظام تقل عن البيس بواحد. الآن لو قلت لك في عندي رقم 2 3.4 وحطيت لك هنا تحت 8 صغيرة عشان ما تقرأ لي يا 23، لأنه هذا الآن ليس رقم 10 وإنما رقم إيش؟ رقم 8. مين بقول لي هذا الرقم 8 ما هي قيمته العشرية؟ أول خانة بعد الفاصل وزنها راح يكون 8.0، ثاني خانة وزنها 8.1، أول خانة بعد الفاصل على اليمين بتكون 8.1. إذن هذا الرقم عبارة عن 2 ضرب 8.1 زائد 3 ضرب 8.0، فدائما أي شيء مرفوع للصفر يساوي 1، زائد 4 ضرب 8.1 يعني 16 زائد 3 زائد 0، يعني هذا راح يكون عبارة عن 19.5 10. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. في حدا مش فاهم؟ هلو، هل في حدا مش فاهم يا شباب؟ هل الكلام واضح؟ واضح دكتور. طيب خلينا نشوف مدى الوضوح، هسه ننطي مثال ثاني. لو قلت لك الرقم التالي 1 4 3.2 وقلت لك هذا الرقم خماسي، قل لي ماذا يكافئ بالعشري؟ مين بحب يجاوبني؟ يلا دكتور الأول بتكون يا حنين، تفضل يا حنين. دكتور أول شيء 3 رح تكون 5 قوة 1، 3 ضرب 5 قوة 0، قوة 0 زائد 4، أول واحدة 5 قوة 0، 5 قوة 1 5 قوة 2 زائد 4 ضرب 5 قوة 1 زائد 1 ضرب 5 تربيع زائد 2 ضرب 5 ناقص 1، يعني 3 زائد 20 زائد 25 زائد 4 بالعشرة، مظبوط؟ 2 على 5 يعني 4 بالعشرة. إذا شو بصير عندي؟ 45 و3 48 و4 بالعشرة بالنظام العشري. واضح يا شباب؟ هلو، واضح. واضح دكتور. في حدا عنده مشكلة في كيف حولنا أي نظام رقمي إلى العشري؟ طيب كم بقي من الوقت؟ إيش الساعة الآن؟ دكتور 4:37. طيب لما بصير 50 دقيقة نبهوا لي بلاش إني أعطلكم على محاضراتكم الثانية. أوكي، إذا نرجع للسلايد. إذا هذا مثال، لاحظ أول خانة 8.0، دائما أول خانة وزنها 1، 8.1 8.2 8.1 8.2، فهذا الرقم بده يكون كل خانة مضروبة في وزنها. أوكي، أحطلع معاك الرقم التالي. أحيانا ممكن الرقم في نظام معين ما تلاقيش إله مكافئ 100% في النظام العشري، يعني بدك رقم دوري عشان يطلع معاك. في الحالة هاي احنا بنختصر على مجموعة من الخانات حسب المسألة، يقول لك مثلا اعطيني اياه لدقة مثلا 4 خانات بعد الفاصلة بتوقف، يعني مش ضروري انك تحط الرقم 100%، احيانا ممكن يطلع عندك الرقم في يعني كسر لا نهائي يعني دوري، فاحنا بنكتفي بعدد خانات معينة حسب المسألة. طيب اوكي، نحن نجي لأهم نظام عندنا في الكورس تبعنا وهو النظام الثنائي. لماذا النظام الثنائي يعتبر أهم نظام؟ في الواقع السبب أنه الأجهزة الرقمية بتعتمد على في بنيتها على الترانزستور.
ترانزستور كم واحد أخذ إلكترونيكس هون؟ كم طالب أخذ مساق الإلكترونيكس هون؟ في حدا أخذ مساق الإلكترونيكس؟ هلو؟ أنا دكتور. طب لو قلنا لك البايبولر جنكشن ترانزستور، بايبولر جنكشن ترانزستور كم ريجن فيه اللي بيشتغل فيه؟ كم ريجنز؟ ساتوريشن والكت اوف وال ساتوريشن ساتوريشن والكت اوف وايش كمان؟ والاكتف. مظبوط ريجن. مظبوط. الان الترانزستور لو اخذنا بايبولر جنكشن ترانزستور ان بي ان مثلا، هذا الترانزستور ممكن نشغله as a switch. في الحالة هاي بنشتغل احنا اما بالساتوريشن او بالكتوف، يا بنخليه completely on يا بنخليه completely off. معنى انه الترانزستور هذا off يعني كأني اجيت على الوصل اللي هنا وقطعتها، طبعا بصير عندي زي انفصال، وبالتالي بسبب البايسنج حسب الجهد اللي بحطه هون، هذا البيس بنسميه احنا، هذا بنسميه الكوليكتر، هذا بنسميه الاميتر. فاذا الجهد ما بين البيس والاميتر بسموه الفي بي اي كان اقل من 7/10 فولت فور سيليكون ترانزستور يكون الترانزستور اوف، اكبر او يساوي 7/10 فولت بصير ترانزستور اون. فهذا ترانزستور اما بصير زي مفتاح، يعني بصير زي مفتاح، اما بسكر المفتاح اذا حطيت جهد بحيث انه البيس للإيميتر يكون يسمى فورورد بايست، يكون هذا موجب بالنسبه لهذا بسموه فورورد بايست. في الحاله هاي الترانزستور هذا بصير زي مفتاح وسكرناه، وبصير بين هون وهون تقريبا كانه شورت سيركت. واذا ما حطينا جهد، حطينا 0 فولت مثلا، بيفتح المفتاح هذا وبصير اوبن سيركت ويبطل يمرر عند التيار. اذا الترانزستور از سويتش بش له ثنائيه الى ازدواجيه في الحاله، اما بكون اون واما بكون اوف. هذه الازدواجيه في الحاله هي اللي خلتنا نستخدم الباينري سيستم، لانه سهل جدا ابني الانظمه الرقميه باستخدام الترانزستور بسبب هذه الثنائيه في الحاله. وبالتالي النظام الثنائي هو النظام المعتمد في الأنظمة الرقمية بسبب استخدام الترانزستور كالبنية الأساسية لبناء الاي سيز او الانتجريتد سيركتس. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب نيجي على اي نظام رقمي او رقم بالنظام الثنائي. لو قلت لك 101.1 قلت لك هذا رقم ثنائي حسب اللي تعلمناه قبل شوية، هذه وزنها 2 أس 0 يعني 1، هاي 2 أس 1 يعني 2، هاي 2 أس 2 يعني 4. إذا هذا راح يكون 1 ضرب 4 زائد 0 ضرب أي شيء بده يطلع 0 يعني ضرب 2 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب 0.5 اللي 2 أس ناقص 1. إذا شو راح يطلع عندي هذا؟ راح يطلع يساوي 5.5 بالنظام العشري. واضح؟ واضح دكتور. طيب على السريع لو أجينا أخذنا رقم ثنائي وقلنا بدنا نحوله إلى رقم عشري، بإمكاني أعمله بالطريقة السابقة أو باجي بقول كالآتي: أنا بعرف هاي الخانة وزنها 1، هاي وزنها 2، هاي وزنها 4، هاي وزنها 8، هاي وزنها 16، هاي وزنها 32. لاحظ انه الاوزان تتضاعف. بالنظام العشري بتلاقي 1 10 100 برضو بتضرب في 10، هنا بنضرب باثنين، هنا احنا بنضرب باثنين، هنا بقى نضرب 10. اذا بين كل خانه وخانه بتضرب في البيس عشان تعرف وزن الخانه الثانيه. هذا راح يكون وزنها نص وهذه وزنها ربع اللي هو 2 أس ناقص 1 و2 أس ناقص 2. بنشوف بنيجي بنساوي احنا وين ما في عندي إشي على سواء صفر بنلغيه، بنخلي الأرقام المتبقية يعني 32 مع 8 مع 4 مع 1 مع نص مع ربع. إذا شو بطلع عندي؟ 40 44 45 وهاي 75%. إذا
45 و75% بالنظام العشري. واضح يا شباب كيف بسرعة حولنا رقم ثنائي إلى رقم عشري؟ واضح. طيب قديش الساعة صارت؟ ضايل خمس دقائق. ضايل خمس دقائق للربع. طيب إذا شفنا كيف بنحول من أي نظام رقمي إلى العشري سهل. طيب لو بدي العكس، لو واحد أعطاني الرقم هذا قال لي معك الرقم العشري هذا قديش يساوي بالثنائي؟ أيوة. في عندي طبعا الطريقة اللي بنستخدمها مع أي نظام رقمي. أهلا مع المسافة الأول 45 قلنا و75% عشري. حابين نعرف ماذا يكافئ بالنظام الثنائي. بقول لك أي رقم بدك عشري بدك تحوله إلى أي نظام رقمي آخر تعمل ما يلي: تقسم الرقم العشري إلى جزئين، الجزء الصحيح الانتجر بارت والجزء الفراكشن الكسر. الانتجر بارت ديفايد باي 2 انتل ريتش 0. الفراكشن بارت ملتبلاي باي 2. حتى تصل إلى صفر إذا قدرت. هذا always بتصل لزيرو، دائما تصل إلى زيرو. يعني لما نمسك الخمسة وأربعين ونقسمها على اثنين ونشوف شو الباقي. 45 تقسيم اثنين قديش يا شباب؟ 22 والباقي إيش؟ واحد. لا 22 تقسيم اثنين 11 والباقي صفر. 11 تقسيم اثنين 5 والباقي 1. إذا بنحط نتيجة القسمة هون وباقي القسمة على اليسار، 5 تقسيم 2 فيها 2 والباقي 1، 2 تقسيم 2 فيها 1 والباقي 0، 1 تقسيم 2 فيها 0 والباقي 1. مجرد ما وصلنا إلى 0 بنوقف، ثم بنأخذ الرقم بشكل معكوس هيك. إذا هذا رقمنا راح يكون، خلينا نستخدم المساحة بس عشان نمسح اللي هون، راح يكون كالآتي: 1 بالأول هذا، 0 بيجي بعديه، عفوا ومن تحت لفوق 1 0 1 1 0 1. أوكي. إذا بنأخذ أول واحد على اليسار بكون آخر واحد من هون، وآخر واحد أول واحد من هون بكون أول واحد، ثم نحط الفاصلة. إذن هاي عندي 1 4 8 32، هاي 40 44 45. بنيجي للجزء الكسر اللي هو 75%، وبنضربه في 2 وبنشوف الباقي، بنشوف النتيجة الكسر الصحيح 75 ضرب 2 1.5، نص ضرب 2 1 صفر. مجرد ما وصلت الصفر خلاص اسطب وبمشي هيك، بمشي من فوق لتحت. فهذا أول واحد بنحط هون، والواحد اللي بعده بنحط هون. طبعا في مثال اللي هون بتفرقش، بس افرض كان عندك النتيجة مثلا 1 1 0 1، فتأخذ هيك غير ما تأخذ هيك يعني. فلازم تأخذ بالنسبة للكسر تأخذ من فوق لتحت، بالنسبة للانتجر تأخذ من تحت إلى فوق. واضح يا شباب كيف بنحول من أي من عشري إلى أي نظام آخر؟ واضح دكتور. طيب نأخذ مثال أخير لتحويل من عشري مثلا لثماني. خلينا نحول لثماني، شو الرقم اللي بتحبه؟ واحد يعطيني رقم، خلينا نحول من عشري إلى ثماني، شو بتحبوا نحول؟ واحد يعطيني رقم يا محمود. 77.45 كم؟ 77.45 77.45% عشري. بدنا نحوله لإيش؟ إلى ثماني. طيب شو بنساوي؟
نمسك الرقم الصحيح وبنكسبه على كم؟ على 8. 77 على 8 قديش فيها؟ 9. 9 قديش بيضل باقي؟ 1. ليش؟ 9 في 8 قديش يا بنية؟ 5 دكتور. الباقي 5. طيب 9 تقسيم 8 فيها 1 والباقي ايش؟ 1. 1 تقسيم 8 فيها 0 والباقي ايش؟ 1. وبناخذ الرقم بالشكل هذا. اذا عندي 1 1 5 فاصله. عندي 45% شو بنساوي فيها؟ وبنضربها في 8. مين مع آلة حاسبة يبلش يساعدنا؟ 45 ضرب 8 كم تطلع؟ شغل آلة حاسبة من عندي أنا. 3.6 3.6 كم؟ 3.6. طيب 0.6 ضرب 8 فيها 4.8 مظبوط؟ مظبوط. طيب 0.8 ضرب 8 فيها 6.4 صحيح؟ أربعة بالعشرة ضرب 8 فيها 3.2 ضرب 8 فيها 1.6. لاحظين إنه شكلنا مش راح نوقف بالمرة لأنه رجعنا لإيش؟ رجعنا لل 0.6. رجعنا إلى خلينا نزيح الفون. رجعنا لل 0.6. شمال بطل يكتب الأبيض. رجعنا لل 0.6 فمعناتها راح تتكرر عندي الأرقام مرة أخرى. هيتكرر عندي 3 4 6 3 1 إلى آخره. إذا بنلاحظ إنه هذا ما راح يوقف وراح يكون دوري بالنسبة لنا، يعني ما راح نقدر نحصل عليه بشكل دقيق. إذا راح نوقف مثلا بجوز بعد 3 قناة أو بعد 2 مثلا نأخذ 3 4. الآن هذا الرقم اللي وقفنا عنده ليس هذا بالضبط وإنما أقل منه بشوية لأنه عملنا ترانكيشن لكل الخانات اللي من هون ونازل. لو أجينا نحول هذا إلى رقم 10 راح تقول هذا 8 قوة 0 يعني 1 وهي 8 وهي 64 فراح يصير عندك 64 زائد 8 زائد 1 فبيطلع عندك قديش؟ زائد 5 عفوا 4 و8 12 و5 17 اليد 1 77 مظبوط. اما هذا اللي راح يطلع عندي هاي 8 اس ناقص 1 وهاي 8 اس ناقص 2 يعني 3 على 8 زائد 4 على 64. الواحد يحسبها بالآلة الحاسبة راح يلاقيها شغلة أقل شوية من 0.45 أقل شوي، لكن هذا يعني أي تحويل أحياناً ممكن ما يكونش دقيق، لذلك كل نظام رقمي أحياناً لا يستطيع أن يمثل كل الأعداد الحقيقية. حتى النظام العشري لو قلت لك العدد الحقيقي ثلث كيف تمثله بالنظام العشري؟ بتقول لي هذا والله يا أستاذي بده 3 3 3 بشكل دوري لما لا نهاية. إذا أنت بجوز توقف بعد 4 3 أو بعد 5، فهنا الرقم ثلث أنت لا تستطيع أن تمثله بالنظام العشري 100%، وهذا الحال موجود في كل الأنظمة الرقمية. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. نلتقيكم إن شاء الله الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.